السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقوقية الصغيرة نص وظيفي المستوى الخامس المنير في اللغة العربية الصفحة 60-61-62 على بركة الله. إذن هذه الصفحات إذن ننطلق. استعدوا للقراءة. أحاور أصدقائي وصديقاتي حول بعض حقوقي وواجبات. هذه الحقوق والواجبات قد نجمعها من هذه الوحدة، يعني من خلال الدروس والنصوص الموجودة في هذه الوحدة، وقد صرحت عليكم بعض الحقوق، مثلا الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الصحة معودة عفوا، الحق في التعبير، الحق في الرعاية والاهتمام، المشاركة في الأنشطة المدرسية، الحق في اسم وهوية وجنسية. إذن هذه مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأطفال والصغار. إذن أما الواجبات، إنجاز الواجبات المدرسية، طاعة الوالدين، المحافظة على مرافق المدرسة والممتلكات، الحفاظ على نظافة الشارع، هذه مجموعة من الواجبات، احترام إشارات المرور. المهم احنا الآن هذا فقط لتوجيهكم، أنتم تعرفون أكثر بطبيعة الحال. إذا اكتبوا هذه الحقوق وهذه الواجبات لنمر إلى ألاحظ وأتوقع. نعم، ألاحظ وأتوقع. انطلاقا من ملاحظة الصورة وقراءة العنوان، أتوقع سبب وصف البنت الصغيرة بالحقوقية. أنا من خلال الصورة أرى أن هذه البنت، يعني الطريقة التي تقف بها وكأنها محامية، هذا اللباس وكذلك يوحي بأنها ترتدي لباس المحاماة، قبل أن نتطرق إلى يعني العنوان. إذن على أي سبب نقول تظهر في الصورة تلميذة توجه كلمة إلى زملائها خلال اجتماع مدرسي. الطريقة التي تقف بها الطفلة تشبه المحامية بلباسها الأسود داخل قاعة المحكمة، تستعرض أمام القاضي القوانين والحجج والبراهين. وهي الآن في هذه الصورة، هذه البنت الصغيرة تقدم عرضا حول الحقوق والواجبات. هذا ما أتوقعه ما دام شبهها بالحقوقية، ستتطرق إلى موضوع الحقوق والواجبات. نعم، نمر إلى قراءة النص. عادت سعاد إلى البيت مساء والفرحة تغمرها. سألتها أمها عن سبب فرحتها فأجابت بعفوية الأطفال: ذاك ما كنت أستعجل الحديث عنه يا أمي، لقد احتفلنا باليوم العالمي للطفل، وساهمت إلى جانب زميلاتي وزملائي في تنشيط مائلة مستديرة حول حقوق الطفل، وحصلنا على تنويه خاص من أساتذتنا وإدارة المؤسسة. قالت الأم: حسنا، هيا اجلسي وحدثينا عن هذا النشاط التربوي أيتها الحقوقية الصغيرة. أخذت سعاد مكانها وسط أفراد الأسرة وهي تشعر بالفخر والاعتزاز، وشرعت في سرد أحداث النشاط وكأنها أستاذة. أعلنت مؤسستنا التعليمية عن تنظيم هذه المائدة المستديرة، وفتحت باب المشاركة أمام المتعلمات والمتعلمين، فتم انتخابي صحبة أيوب وكوثر لتقديم عروض في الموضوع. تكلف أيوب بالحديث عن اتفاقية حقوق الطفل، وتكلفت كوثر بالحديث عن اليوم العالمي للطفل. أما أنا فاخترت التطرق لبعض واجباتنا في الحياة المدرسية. نظر الأب إلى صغيرته نظرة استحسان وسألها: من نسق الأدوار بينكم؟ أجابته في كبريائي المتمكن من حديثه: إنه الأستاذ المقتدر رحال، منشط التعاونية المدرسية، كان حريصا على احترام الوقت وتوزيع الأدوار وضبط الأسئلة وإعطاء كل ذي حق حقه. قالت الأم: لقد ازددت شوقا إلى سماع حديثك يا أستاذتنا الصغيرة، ماذا قال كل منكم؟ أخرجت سعاد مذكرتها واستعرضت ملخص المداخلات قائلة: جاء في حديث أيوب أن زعماء العالم اعترفوا بحاجة الأطفال إلى اتفاقية خاصة بهم تحمي حقوقهم،
وصادقوا عليها يوم 20 نوفمبر من عام 1989. وتتلخص مبادئها الأساسية في تضافر الجهود من أجل مصلحة الطفل وحقه في الحياة والبقاء، والحق في الحياة وحق احترام رأيه. أما كوثر فركزت على تخليد اليوم العالمي للطفل وارتباطه بتاريخ اتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة أن الاحتفال بهذا اليوم يتيح لكل واحد منا الفرصة للدفاع عن حقوقنا وتعزيزها من أجل عالم أفضل لأطفالنا. أما أنا فذكرت صديقاتي وأصدقائي بواجباتنا في حياتنا المدرسية، ومنها الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات المدرسية على أحسن وجه، والمواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة، والمساهمة في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المندمجة والدائمة، والمحافظة على كل ممتلكات المؤسسة، والابتعاد عن مظاهر العنف والفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة، واحترام جميع العاملين بها والوافدين عليها، والعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها، والمساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وفي إشعاعها الثقافي والتعليمي. وقف الأب وهو يصفق على ما أنجزته ابنته قائلا: أحسنت يا سعاد، إنك حقا حقوقية صغيرة، إنني يا عزيزتي أفتخر بك وبأصدقائك الذين شاركوا في هذا النشاط. اتفاقية حقوق الطفل الدليل المرجعي. نكمله. إذا أفهم النص: أغني رصيدي، أضع علامة أمام المعنى الصحيح لكلمة عادت. عادت سعاد إلى البيت مساء، هل نعني بها زارت سعاد إلى البيت مساء، رجعت سعاد إلى البيت مساء، غادرت سعاد إلى البيت مساء؟ إذن الجواب هو رجعت سعاد إلى البيت مساء. عادت في بعض الأحيان نعني بها زارت، مثلا نقول عادت سعاد أمها في المستشفى، يعني زارت سعاد أمها في المستشفى، لهذا أعطونا هذا الاختيار ديال زارت. نعم. أنجز شبكة مفردات كلمة انتخاب. ماذا نعني بالانتخاب؟ كما تعلمون انتخابات. نعم. إذن هذا كلمة مرتبطة بانتخاب، مرتبطة ب لكي يكون هناك انتخاب يجب أن يكون هناك ترشح. لا يمكن أن ننتخب شخصا لم يترشح لهذا المنصب أو لهذا الدور، ثم لننتخب يجب أن نصوت عليه، ولكي نصوت عليه يلزمنا صندوق الاقتراع. أين سنضع أوراق التصويت؟ في صندوق الاقتراع. إذن هذه مجموعة من الكلمات مرتبطة بانتخاب. إذن نمر إلى السؤال الثاني أو إلى مرحلة أخرى من الأسئلة. أبحث في النص عما يدل على فرحة سعاد. إذن أعود إلى النص فأقرأ أول جملة تقول: عادت سعاد إلى البيت مساء والفرحة تغمرها. ثم جملة أخرى: سألتها أمها عن سبب فرحتها فأجابت بعفوية الأمر. إذن سبب فرحتي. إذن هناك في النص جملتان تفيدان وتدلان على فرحة سعاد. نعم. إذن الجملة الأولى: عادت سعاد إلى البيت مساء والفرحة تغمرها. ثم الثانية: إذا شئتم سألتها أمها عن سبب فرحتها. نعم. إذن كالعادة هو الجواب. نمر إلى السؤال الثاني: أختار سنة المصادقة الدولية على اتفاقية حقوق الطفل. فبهذه الحال موجودة في النص. إذا 1989، 1990، 2009، والجواب بطبيعة الحال هو 1989. نمر إلى السؤال الثالث: أعيد قراءة الفقرة الثالثة لأتعاون مع أفراد أسرتي على إكمال الخطاقة. إذن الفقرة الثالثة هي التي تقول: جاء أيوب
في حديث جاء في حديث أيوب إلى أن قرأت حتى وفي إشعاعها الثقافي والتعليمي باش نقدروا نجاوبوا باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. إذا لماذا سنقرأ هذه الفقرة؟ لنستخرج هذه الأشياء مداخلة عروض المائدة بعض ما جاء في عرض أيوب. يعني قد عندما قالوا البعض سنكتب أشياء وقد نغفل عن أشياء. إذا أولا ماذا قال أيوب؟ يعني جاء في عرضه أن العالم اعترف بحاجة الأطفال إلى اتفاقية تحمي حقوقهم نعم اتفاقية تحمي حقوقهم. ثم قال صادقوا أي العالم على الاتفاقية سنة 1983. هذا ما جاء في عرض أيوب. ثم قال أيضا أن هذه الاتفاقية تتضمن الاتفاقية الحق في الحياة، البقاء، الحق في التعليم، احترام الرأي، الحق في التعبير، كذا وكذا. إذا ما جاء في مداخلة أيوب. ثم الآن ننتقل إلى بعض ما جاء في عرض كوثر. قلنا إذا أغفلنا شيء فاكتبوه أنتم، أو هم فقط طلبوا البعض، لم يقولوا اكتب ما جاء في عرض أيوب، بل بعض ما جاء في عرض أيوب. نعم، إذا ما جاء في عرض كوثر تخليد اليوم العالمي للطفل، وأن هذا اليوم يتوافق مع الاتفاقية اليوم العالمي للاتفاقية الدولية حقوق الطفل. نعم، أنه مرتبط بتاريخ اتفاقية حقوق الطفل. ثم أن هذا اليوم الذي نحتفل به هو فرصة للدفاع عن حقوق الأطفال والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم. ثم نمر بعد ذلك إلى بعض ما جاء في عرض سعاد. ماذا سنقول؟ ماذا قال سعاد؟ إن سعاد تكلفت بالواجبات المدرسية أو بواجباتنا في حياتنا المدرسية، فقالت أنها ذكرت بالواجبات المدرسية، أنها ركزت على المواظبة والانضباط، أنها دعت التلاميذ إلى المساهمة في الأنشطة داخل الفصل والمشاركة في الفصل وخارجها، أي داخل المدرسة وخارجها في المسرحيات والمسابقات والأنشطة الثقافية والرياضية. ثم المحافظة على الممتلكات، تجنب العنف، احترام العامل بالمؤسسة وهكذا، والعمل على حسن النظافة، المساهمة الفعالة في ترشيط المؤسسة. إذن أكمل ما تراه مناسب بما تراه مناسبا أو أكمل ما تراه ناقصا. إذن نمر إلى الرابع أو السؤال الرابع، يقول أذكر سبب وصف الأب ابنته بالحقوقية الصغيرة. إذا كنت كنزل وقف الفيديو دير بوز وكتب مع راسك، لأن مبغيناش نطولو عليكم الفيديو. إذا وصفها بالحقوقية الصغيرة لأن عرضها كان قويا وجيدا رفقة زملائها، وقد استعرضت مجموعة من الحقوق والواجبات، وكان تقسيم الأدوار بينهم جيدا. إذا فهي عندما تحدثت عن الحقوق والواجبات أحسنت التحدث وأحسنت التقديم وأحسنت العرض، فلذلك سماها أبوها بالحقوقية الصغيرة أو نعثها بالحقوقية الصغيرة. نمر إلى خامسا، هذه بعض العبارات التي قد ترد في تدخلات، هي ماشي قد ترد، في حقيقة قد وردت. هنا الغالطين كاتبين 02، حنا درنا 20. إذا قد وردت في تدخلات سعاد وأيوب وكوثر وأصنفها تحت اسم قائلها. إذا هي قد وردت، نكتب الأسماء أولا. هيا سؤال أيوب ثم كوثر. إذا نأخذ الأولى، تم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989. هذه العبارة وردت عند أيوب. نكتبها أمام أيوب، تم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989. ثم الأمر الثاني، تاريخ 20 نوفمبر يخص الأطفال. نقول تاريخ 20 نوفمبر يخص الأطفال، تبقى قدام كوثر لأن هي التي قالت تروم الاتفاقية ضمان حقوق الطفل. من قال هذه؟ إذا قدمها أيوب، كتبناها أمام أيوب. الطفل ملزم
باحترام القانون الداخلي للمؤسسة. إذن هذه من أقوال سؤال ومن عبارات سؤال التي مرت في عرضها. المدرسة امتداد للبيت لذا وجب احترامها. إذن المدرسة امتداد للبيت لذا وجب احترامها من عبارات التي يعني عرضتها واستعرضتها سؤال. إذا ما قلت لي أنا وحدة، إذا هذا اليوم مناسبة لاحتفال الأطفال. من قالها؟ هذا يوم إذا كوثر. إذا كل طفل قد كتبنا أمامه عبارتين. صافي كتبتو؟ نمر. نمر إلى السؤال السادس. أتحقق من توقعاتي؟ إذا نقرأ التوقع يعني توقعي أو التوقع كان صائبا حيث قدمت الطفلة عرضا حول الحقوق والواجبات رفقة تلميذين آخرين، ونحن قلنا في توقعنا أن هذه البنت أو هذه الطفلة قد تكون تستعرض الواجبات والحقوق ما دام العنوان وصفها بالحقوقية الصغيرة. إذا أركب وأقوم وأعبر عن رأيي بخصوص ما قالته سعاد عن الحياة المدرسية. إذن لقد أحاطت سعاد بكل الجوانب المتعلقة بالحياة المدرسية للتلميذ داخل المؤسسة، حيث عرفت بحقوقه أولا ثم تطرقت لواجباته، وفي رأيي لقد وفقت في ذلك. إذن رأيي لقد وفقت في ذلك. لماذا؟ لأنها أحاطت تقلبوا أنتم رجع تقولوا وفي رأيي لقد وفقت بذلك في ذلك. لماذا؟ لقد أحاطت سؤال بكل الجوانب المتعلقة بالحياة المدرسية للتلميذ داخل المدرسة، حيث عرفت بحقوقه أولا ثم تطرقت لواجباته. صافي نمر إلى ثانيا. أنجز بحثا حول الطرق التي يمكن بها المساهمة في نشر الوعي بالحقوق والواجبات. إذن كما تعلمون فإن البحث يعني يتطلب وقتا ويتطلب يعني مجموعة من التنظيم والبحث كذا، ويطلب منا وقتا كثيرا، لهذا سنوجهكم إلى البحث. فللمساعدة ستبحثون عن أنه مثلا لنشر الوعي نقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة كالمسرحيات والمسابقات حول الحق والواجب. إذن نمشيو محرك البحث ونبحثوا على هذا تنظيم الأنشطة ودورها في الوعي ونشر الوعي، ثم تنظيم ندوات حول موضوع واجباتي وحقوقي. هذه بعض العناوين التي قد ترد في بحثكم. كذلك الاتفاق على ميثاق القسم والسهر على تطبيقه. إذا اتفقنا على ميثاق القسم وقمنا بتطبيقه، فنحن ها هنا ننشر الوعي بيننا. نعم نمر. إذا أستخلص العبرة ثالثا، أستخلص العبرة من النص. إذا هذه العبرة نقول العبرة التي استفدت هي التعرف على الحقوق والواجبات والعمل على تطبيقها. لا يكفي أن أعرف حقوقي، ها أنا أعرف حقوقي، ها أنا أعرف واجباتي، ولكن لا أطبق لا حقوقي ولا واجباتي، لا أتمتع لا بالحقوق ولا أقوم بالواجبات. إذا ماذا سينفعني هذا؟ لا شيء. إذا التعرف على الحقوق والواجبات والعمل، إذا والعمل على تطبيقها، التعرف والعمل على تطبيقها. نجي هنا، إذا أضيف بعض الأنشطة التي يقوم بها الحقوقي في الحياة الاجتماعية. يحمي المستهلك، يدافع عن المتهم، عامة الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت، والدفاع مثلا عن حقوق عن ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا حقوق الناس المعاقين ونحن نسميهم باحتياجات خاصة حتى لا يجرح أحد، لأن الإعاقة لا تكون يعني الإعاقة تكون في الفكر وليست في الجسد. الإعاقة تكون إعاقة أفكار وليس إعاقة أجساد، لهذا نسميه بذوي الاحتياجات الخاصة حفاظا على مشاعرهم. و المهم إذن هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.